فضيلة الشيخ عطية صقر، ما أحب الأسماء التي يجب أن يسمى الطفل المولود بها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مبدئيا أقول الإسلام يحث على اختيار الاسم الحسن، فقد ورد في الحديث إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. وورد من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه، رواه البيهقي عن ابن عباس. وورد من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه. وهناك حوادث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الاسم الحسن، ولكن لماذا يحث الإسلام على اختيار الأسماء الحسنة بعد هذه الأحاديث التي وردت؟ يقول ابن القيم: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وألا يكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن للأسماء تأثيرا في المسميات، كذلك للمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. والحق أن الشخص يتأثر باسمه في سلوكه الشخصي والاجتماعي. شكى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوق ولده، فأحضره وسأله عن سبب هذا العقوق، فقال: لئن كنت عققته فقد عقني. قال: وكيف ذلك؟ قال: لم يحسن اسمي، ولم يختر أمي، ولم يؤددني، سماني جعران، وأمي أمة مجوسية، وتركني دون تأديب. فأدان عمر والده، إذ كيف يطلب حقا من ولده قبل أن يعطيه حقه؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يقول السخاوي: وأما ما يذكر على الألسنة من خير الأسماء ما حمد وعبد فما علمته. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. يقول الحافظ المنذري: وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء، لأن الحارث هو الكاسب، والهمام هو الذي يهم مرة بعد الأخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين. روى مسلم عن المغيرة ابن شعبة قال: لما قدمت نجران قالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، والله أعلم.